وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا بطل مصر في السباحة علي خلف الله. بعد التحية علي، يعني لديك العديد من الجوائز والميداليات الذهبية، أهمية هذه الجوائز بالنسبة لك في مسيرتك الرياضية، وحدثنا عن مسيرتك خلال هذه البطولة المهمة. اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك. وبكل متابعين قناه 10. الحمد لله احنا كمنتخب مصري للسباحه بالاخص قدرنا احنا نحقق 41 ميداليه من الميداليات اللي حققتها البعثه، فده عن نفسه كان انجاز كبير جدا جدا للمنتخب المصري للسباحه. ده رغم ما حصل قبل كده ان احنا نعمل 14 ميداليه ذهبيه ونحقق 41 ميداليه، 5 ميداليات اقل من جنوب افريقيا. فالبطوله نفسها للسباحه كانت يعني شرسه جدا، المنافسه كانت قويه جدا، وانا الحمد لله قدرت ان احقق ميداليه ذهبيه في 50 متر حره وخمس ميداليات فضيه في سباقات اخرى، كانت 50 دولفين و100 حره كان سباقين ليا، والتتابعات كانت سباقات اخرى الحمد لله قدرت احقق فيها نتائج كويسه. بعيدا عن البطوله الحمد لله برضه انا قدرت في بطوله العالم اللي كانت في شهر يوليو، قدرت ان انا اصعد لاولمبياد طوكيو واتاهل لاولمبياد طوكيو السنه الجايه، فالحمد لله دي هتكون ثاني اولمبياد ليا وربنا يسهل ان شاء الله. فربنا يكرم. طيب، من خلال الميداليات والبطولات التي نحققها في لعبة السباحة علي، يعني برأيك ما أهم ما يميز لعبة السباحة في مصر لتتفوق على السباحة في الدول الأخرى وتحقق هذه الميداليات الكثيرة؟ طبعا من وجهة نظري السباحة في مصر يعني كان حصل طفرة كبيرة جدا خلال السنين اللي فاتوا. معظم السباحين الحمد لله اللي حققوا نتائج كويسه جدا جدا، كانت معظمهم قدروا ان هم ياخدوا منحه ويدرسوا هناك في امريكا ويسافروا هناك عشان يكملوا سباحه ويكملوا دراسه في نفس الوقت، فدي كانت فرصه لسباحين قليلين جدا في مصر ان هم ياخدوا السباحه والدراسه لليفل مختلف، فده ساعد جدا وانا طبعا واحد منهم الحمد لله. قدرت ان انا اسافر من مصر لامريكا وانا عندي 14 سنه، رحت هناك مدرسة عسكرية وبعد كده لسه متخرج من الجامعة في مايو اللي فات، فده ساعد جدا ان السباحة في مصر اتحسنت كتير. احنا برضه بننقل الخبرات والاكسبيرينس اللي احنا خدناها من امريكا للسباحين المصريين، فده بيساعد برضه السباحين المصريين هنا في مصر ان هم يتعلموا ويشوفوا سباحين كويسين قدروا ان هم يحققوا حاجات كويسة جدا على مستوى العالم. فانا شايف ان ده طبعا حاجة اتحسنت كتير كتير. نعم، علي أحمد خلف الله بطل مصر في السباحة، بنشكرك شكرا جزيلا.